السلام عليكم أصدقائي. لعبة صلى فوق 4 أشهر عم نربح منها، وما في حدا من جميع المتابعين إلا سحب منها. أقل شيء للسحب هو 20 ليرة تركي. في كتير أشخاص سحبت 1000 و2005 من هاي اللعبة. مثل ما كنت شايفين أصدقائي، في عنا هون مستويات، وفي عنا هون اللعبة، في عنا هون السحب. مثل ما كنت شايفين لحتى الآن ولحتى هذا التاريخ، بتاريخ 23/6 لسه العالم عم تسحب، وبيجيك أشخاص رحنا ما سحبنا ورحنا ما ربحنا ورحنا ما بعرف شو هالحكي. ما كنت شايفين أنت ما بتشتغل على حالك، يعني عالم كلها بتسحب، وهي اللعبة هاد سحب 400 وهاد سحب 45 وهذا سحب 400 وهذا سحب 47. ما كنت شايفين كل سحب بتاريخه. في عالم ربحت من هاي اللعبة فوق 5000، كل واحد هو وشغله. ما كنت شايفين 107، ما كنت شايفين كل اللي توعب يربح. هون سحب 100 ليرة من المسابقة. يعني اللعبة شغالة صار لها فترة طويلة، ولحتى الآن عم تدفع بشكل نظام من دون تقصير. دايما تابعني حتى يصلك كل شيء جديد، حط لايك وحط تعليق حتى انت دايما تربح. لكن مواقع مجانية او استثمار او العاب مجانية، دايما في عنا العاب مننزلهم او مواقع او تطبيقات مربحة. وهذا سحب تهينا ربح 107 ليرات. انا الله هون معي 43، بس صاروا 400 بسحبهم. وفي عندي هون قابل للسحب هو بقيمة 22 ليرة، وفي عندي هون بي اي بي. ما كن شايفين في عندي هون بي اي بي، في عنا هون السحب بقيمة 22 ليرة. وهي كل السحوبات اللي عم بسحبوها، نكون شايفين 66. في عنا هون الكأس، هون انت هون بيعطيك الجوائز، نكون شايفين وعنا هون كمان في عنا جوائز. هلا بنروح نسحب 22 ليرة. وهيك أصدقائي سحبنا، وهذا عنا الرصيد الكامل. هذا حسابي ساحب أنه 1000 ليرة تركي، ولسه هذا الألف موشي. في أشخاص ساحبة 5000 وأكثر من هاي اللعبة. عم ننزل دايما مواقع مجانية ومواقع استثمار، دايما سجل دايما بتربح. كل يوم في عنا مواقع جديدة وألعاب جديدة، ومنزل مسابقات إن شاء الله.